يا صباح الخير لكل حدا انضم لنا عبر شاشة سما الفضائية بختام هالأسبوع وبآخر حلقة من صباح الخير بشهر أيلول. مضى هذا الشهر بسرعة، تغير الطقس فيه، وإن شاء الله يا رب نفوسنا تكون عم تتغير للأفضل دوما وما ندخل باكتئاب الخريف، لا بالعكس تماما، نستثمر من كل فصل الطاقات الإيجابية ونخطط قدما نحو الأمام. صباحكم خير ويسعد صباحك يا آية. يسعد صباحك يا ورد. ويلكم باك. شكرا شكرا. يسعد صباحكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا، شو ما كنتوا عم تعملوا. يعني عم يحكي ورد على اكتئاب الخريف، يمكن في ناس عن جد تقطع معهم يعني هي الحالة وتلاقيهم اكتئبوا ومالهم مبسوطين بهذا الفصل، بس والله يا ورد في ناس تانيين مثل نماذج عندك هون بيفرحوا كتير. وأنا بحب الخريف جدا. عن جد الشتوية عنا صعبة وقاسية صراحة، الخريف بتحسه هو الطقس اللطيف اللي هيك بنسمة البارد اللي ما بده صوبيا. أيوة. وما بده مكيف. تمام، هي أهم شيء. فلازم نشوف في الكهرباء أكثر، بس يعني لسه إن شاء الله. طبعا ما في شك إنه تجارب كتيرة بنمرق فيها بحياتنا، خلالها ممكن نتعرض لمواقف سيئة، نتعرض على بيئات أوقات ما بتشبهنا، وممكن كمان تستفزنا أفعال الآخرين ونستغربها. بهي الحالة رحنا نحط ورد أوقات أمام خيارين، يا أما نتصادم ونواجه ونسمح لهي الأمور أنه تفصلنا عن شخصيتنا وأخلاقنا، أو بدنا نترفع ونتفادى أي شيء بيزعجنا. 100% مو كل الأوقات التفادي والتجاهل صح، ومو كل الأوقات المصادمة والمواجهة كمان صح. لما تكون قناعة إنه نوعية المواقف يلي بتتعرض لها وخاصة إذا كانت سيئة ما لازم تفرض عليك تصرف معين ما بيناسبك أو ما بيليق فيك وبمكانتك، بالعكس أنت يلي من المفترض إنه توجه الشخص الآخر وتفرض أسلوبك بالحياة، ما تسمح لأي بيئة تسلخك عن حقيقتك أو تربية أهلك أو مبادئك يلي أنت بتآمن فيها. صحيح 100%. يعني الله يبعد عنكم وعننا كل شيء سيء. وما في شك أنه بنهاية هذا الأسبوع نحن عطول هيك منحضر لكم مجموعة يعني مواضيع وفقرات متنوعة، وهالحلقة رح تكون هيك مميزة إن شاء الله جدا. خلينا نثبت هذا الحكي بمشاهدة العناوين يلي رح تطلع. للمرة الرابعة على التوالي مهندس سوري يفوز بالمركز الأول بمسابقة للذكاء الصناعي. الفن السابع أكاديمياً في سوريا، تفاصيل عن المعهد العالي للفنون السينمائية بلقاء مع المخرج باسل الخطيب. مسيئين شباب، أفكار حلوة، يعني عقول نظيفة موسيقياً. العالم بلغة الساز، حفل موسيقي لهوشانك حبش على مسرح دار الأوبرا بدمشق. الكل بده يصير بلوجر، شو الأسباب يلي عم تدفع الأطفال والمراهقين للتوجه لصناعة المحتوى على السوشيال ميديا؟ وأخيراً توافق برج العقرب مع الأبراج الأخرى في الزواج، العاطفة والصداقة مع نجلة أباني. فعلاً حلقتنا من عناوينها باينة هيك متنوعة متنوعة، فيها فن، فيها عالم طفولة ومراهقة، فيها طبخ ما منستغني عنه أبداً. طبعاً أكيد، يعني حنروح لعند الشيف تهامة لنشوف شو عملت لنا بحلقة الخميس. صباح يا شيف. يسعد لي صباحك. صباح يا شيف. صباح النور يا ورد، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب. اشتقنا لك اليوم. تتذكر انت ذاك اليوم قلت لي انه في شيء اسمه شيف بوصة مشوية؟
اليوم جبت لك هيك شيء قريب. اليوم رح نعمل رز بحليب مشوي. رز بحليب مشوي. رز بحليب مشوي. مو الملدوع اثناء التحريك والطبخ لما بيشيط الحليب. لا بده ينحط بالفخارات وبالفرن. يعني هو غير اللي نحن بنعرفه؟ هلا نحن اللي بنعرفه بناكله بارد من البراد وهي لا هذا بيطلع سخن وممكن تاكلي سخن ممكن بس بده ينشوى وشه هيك ويطلع بيطلع مكرمل. حلو حلو ماشي جوسي. انا بحبها للي بنعرفها فلا يمكن نحب هي اكثر. ما بتعرفي ايه ممكن. هلا بنشوف. شكرا كثير لك. شكرا يا شيخ. يمكن من أكثر الأسئلة اللي بتنطرح على الأطفال بعد أسئلة شو اسمك حبيبي، بتحب الماما ولا البابا، يعني هدول الأسئلة، هو السؤال إنه شو بدك تصير لما تكبر؟ شو كنت تجاوب على هالسؤال؟ هلا في أسئلة بتحب بابا ولا ماما، تاخذ كنزتي تعطيني كنزتك، قال يعني هيك الهضامة واللطافة. في لوحة ببقعة ضوء للفنان الكبير، ما بعرف بصراحة مين كان ممثل فيها، ولكن في لوحه بقعه ضوء عم يساوي فيها هذا الموقف. فعلا موقف يمكن من باب التودد للاطفال الصغار، ولكن يعني الطفل ما بيكون والله بيضيع هالطفل واصلا ما بيكون كثير طفل، يعني انه بتجي تساله هالاسئله اللي بده يحتار شو يجاوب فيها. على كل حال بتقريرنا الجاي رح نتعرف على عاده غريبه بيعملوها بكوريا الجنوبيه ليريحوا طفلهم اصلا من هالسؤال شو بدك تصير لما تكبر. فبيحطوا الطفل بعمر السنة على طاولة فيها مجموعة من الألعاب بتمثل كل مهنة أو أي لعبة بيختار الطفل، ممكن على أساسها يقرروا شو هذا توجهاته وشو مهنته. خلونا نشوف كل هالموضوع بهالتقرير. العديد من البلدان حول العالم لديها غرائب خاصة بها وحقائق رائعة قد تبدو غريبة، ولكنها طبيعية تماماً لأولئك الذين يعيشون هناك. وتعد كوريا الجنوبية من البلدان التي صنفت عاداتها من أغرب عادات البلدان في العالم. ولكن دولجابي لم تكن عادة غريبة فحسب، بل أثارت الكثير من التساؤلات حولها، حيث يقوم الشعب الكوري خاصة بعد عيد ميلاد الطفل الأول بوضع أشياء مختلفة أمام الطفل، وما يختاره الطفل ينم عن مصيره ويتنبأ بمستقبله. فمثلاً يضعون أمامه كتاب وفرشاة رسم ومبلغ من المال، وإذا اختار المال سيكون ثرياً في المستقبل، وإذا اختار الكتاب سيكون ذكياً، والكثير من الأدوات الأخرى التي يتراوح عددها بين 6 إلى 8. ويشير الخيط مثلاً إلى عيش حياة طويلة، وسماعة الطبيب تصبح طبيبة أو ممرضة، والمطرقة سيكون محامياً، والقفازات أو الكرة سيكون رياضي محترف، أما الآلة الموسيقية فسيكون موسيقي. تطورت أنواع الأشياء الموضوعة على الطاولة للطفل للاختيار من بينها بمرور الوقت باعتبارها انعكاساً لتصور المجتمع المتطور للمهن الناجحة. ومع ذلك هناك العديد من الآباء الذين لا يزالون أكثر تقليدية في اختيارهم للأشياء لوضعها على الطاولة. يتبع دولجابي وليمة وغناء ولعب مع الطفل الصغير، وفي أغلب الأحيان يقدم الضيوف هدايا من المال أو الملابس أو الخواتم الذهبية إلى والد الطفل في هذا الوقت. يعني هلا تذكرتون باسم ياخور ومحمد حدائي، ان الفنانين نوجه لهم تحيه نصبح عليهم. هي هلأ. سكتش لوحه بقع الضوء تبع بتحب بابا ولا ماما. يعني شو كنتي ناويه بس تكبري؟ انا كنت احتار كل ما اشوف شغله انا وصغيره يسالوني حبايبي شوف الصيدلاني لاقيه شغلته حلوه اقول بدي اصير صيدلانيه، شوف الدكتور لا شغل بدي اصير دكتور. عرفت ما كان يعني الواحد بيكون بهذا العمر اي شيء بحبه او بلاقيه هيك ما عنده تكوين ايه ابدا، يعني ما بتحس انه قدران تتخيل شو حابب تصير انت كان ببالك. هلا والدي ووالدتي مدرسين فكنت هيك انه تتأثر استاذ ايه استاذ ففعلا ما حدا عنده تكوين او رؤيه انه شو بده يصير هو بعمر 8 أو 9 سنين. صح. ولكن لازم يكون في اهل عم يوجهوا، ولازم يكون في اهل عم يرسموا مسار، عم يكتشفوا كمان تماما باللا شعور ممكن الطفل يتاثر فيهم. تعالي نروح لحالات الابداع يلي يمكن بلشت من الصغر، والمهم باي تخصص او مجال بنختاره لنكمل فيه انه فعلا نتميز فيه، وما بتفرق سواء كنا
مميزين على مستوى محلي أو عالمي، ولكن ضيفنا اليوم قدر يكتب حكاية نجاح ويتألق فيها عالمياً. حصل على المركز الأول للمرة الرابعة بمسابقة عالمية للذكاء الصنعي ورؤية الكمبيوتر، وأيضاً بروسيا تقام هاي المسابقة ودائماً إلى إقبال جديد. صحيح، لايك نحن دائما بنحب نكون مع كل الانجازات السوريه سواء يعني داخل سوريا او خارجها، وقررنا بحلقه اليوم نتعرف عليه اكثر، نتعرف عن قصه نجاحه وفوزه بهي المسابقه. صار معنا عبر سكايب من روسيا المهندس عمار علي. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير عمار، اهلا وسهلا فيك ومبروك لك للمره الرابعه مثل ما ذكرنا بالمقدمه. بدايه احكي لنا عن اخر مسابقة شاركت فيها، شو هي المسابقة أصلاً؟ وين تنظم؟ مين بنظمها؟ وشو البروجكت يلي فتت فيه على المسابقة؟ الله يبارك عمركم يا رب. المسابقة الأخيرة اللي شاركت فيها كانت على موقع أمريكي اسمه Driven Data، هو موقع شهير مختص باحتضان هيك نوع من المسابقات. المسابقة كانت عن مشان بشكل عام كان في عندك صورة كدخل، في عنا داتا سيت او مجموعه كبيره من البيانات من الصور، ونحن لازم نوجد اكبر كميه او صور مطابقه لصوره الدخل. بشكل خاص كانت عن الحيتان، عن نوع من انواع الحيتان اسمه بيلوغا وهو مهدد بالانقراض. طبعا كانت المسابقه برعايه بوين، منظمه اداره المحيطات وناسا، وكاله ناسا الفضائيه، ونوا إدارة المحيطات والغلاف الجوي، وشركة والمي. طبعاً كان هدف من هذه المسابقة هو إيجاد طريقة أو بناء نظام لحتى لإحصاء عدد هذا النوع من الحيتان اللي هو مهدد بالانقراض. أوكي. حلو. طيب عمار، برأيك اليوم يعني كونك يمكن فزت بأكثر من مسابقة ويعني كله عم بيكون بسنوات وراء بعض، دائما في شيء أكيد مميز خلاك تكون عن باقي المتسابقين لحتى قدرت يعني أنك يعني تتميز عنهم وتفوز بالمسابقة، فخبرنا شو كانت الشيء اللي ميز البروجكت اللي قدمته؟ هلا بهذا النمط من المسابقات بيستخدموا طبعا ماتريكس معينه او معايير معينه على اساسها بيقيسوا دقه هذا النظام، يعني بيكون في داتا مخفيه عن المشاركين وبيتم اختبار الحل اللي تم ارساله على هذه الداتا المخفيه، وحسب الدقه اللي بيحققها هذا النظام بيتم اختياره كافضل نظام او كثاني افضل حل يعني وهكذا. فعمليا الحل اللي قدمته انا حقق افضل دقه. يعني هيك بشكل عام. تمام. طيب معلش فوت معك بتفاصيل أكثر بحياتك لحتى هيك نستلهم منها شوي، أو أي حدا عم يتابعنا عم يدرس نفس تخصصك، شو عم تدرس من البداية؟ شو تخصصك الدقيق؟ أنا حاليا طالب دكتوراه سنة ثانية بجامعة إيتمو بسان بطرسبورغ، عم أدرس بعلوم الكمبيوتر كمبيوتر ساينس، بالتحديد ببناء أنظمة المعلومات والأتمتة. والإجازة الجامعية شو كانت؟ هندسة معلوماتية أو اتصالات؟ لا، كانت ميكاترونكس. كانت ميكاترونكس. ميكاترونكس كمان بيقدروا طلاب الميكاترونكس يفوتوا ويكملوا دراسات عليا بتخصصات علوم الكمبيوتر ويمكن بتخصصات تانية. الدكتوراه بروسيا في إلى سنة مواد بتقدم أنت ولا بس فورا أطروحة؟ لا، في هي الدكتوراه بروسيا 4 سنوات. أوكي، يعني في دراسة مواد وامتحانات. أيوة تمام. تمام. يوم الباحث العلمي السوري يمكن عم يعاني بكتير صعوبات ليقدر ينشر بحث داخلي أو خارجي، يمكن لحتى يجيب المواد اللي هو بيحتاجها ليؤدي مشروعه على أكمل وجه ويحطه بمعايير معينة وينقبل ويتحكم عالميا. مريت بصعوبات أثناء تحضيرك للمسابقات أو بتحضير الأطروحة؟ شو بتنصح أي حدا من الطلاب اللي عم يتابعك وعم يحس فعلا بمرحلة الدراسات العليا إنه هذا الموضوع صعب علي؟ هلا بشكل عام من ناحية المسابقات، يعني نشر الأوراق العلمية أو الأبحاث العلمية قليل، يعني مطلوب نشر الحل واللي هو ما له بحاجة لإنترنت قوي. يعني المشكلة الأساسية بالمسابقات هي الهاردوير إذا نروح على مشاكل المسابقات. بس بشكل عام بالنسبة للأطروحة أو الأوراق العلمية اللي عم ننشرها، لا، هون الجامعة طبعاً هون أنا متساعدة بهذا الموضوع، يعني الدكتور المشرف عليه، يعني دائماً عم ننشر أوراق وعم يكون الموضوع كتير مريح مقبول فوراً.
يمكن كل حدا سمعنا اليوم نحن عم نحكي على المسابقة وشي يتعلق بالذكاء الصناعي، فمنقول إنه ليش عمار اختار خلينا نقول هذا الموضوع تحديداً، ليش عندك اهتمام خلينا نقول أكبر فيه، وبشكل عام كيف أصلاً شايف واقع الذكاء الصناعي بسوريا لو هيك عندك يمكن اطلاع على هالموضوع؟ هلا للصراحة اختياري لموضوع الذكاء الصناعي كان مجرد فينا نقول صدفة. يعني أنا كنت عم درس ميكاترونيك. أثناء دراستي الميكاترونيك أخذنا مادة ذكاء صناعي ببرنامج الميكاترونيك المتميزين، أعطاني الدكتور حسن أحمد تحية طبعا كبيرة له لجميع دكاترتي بجامعة تشرين. طبعا أنا حبيت الذكاء الصناعي ودخلت بهذيك الفترة كمان بمسابقة البرمجية السورية والعربية، وطبعا كانت عن جد فرصة انه كتير حلوة، كتير حبيت الخوارزميات وهالشي. فأنا لما قررت اني اجي اكمل ماجستير، تم إفادي على روسيا، قررت اكمل بالماجستير هون، اخترت الكمبيوتر ساينس، يعني علوم الكمبيوتر بشكل عام، لاني حسيت حالي اني بحبها اكثر وانا اسهل من الميكاترونيك، على اعتبار انه نحن معنا بحاجة لقطع او دارات او ما شابه، هي مجرد سوفت وير يعني نشتغل على الكمبيوتر وهيك. فلما اجيت لهون كمان لاحظت انه انا فيني اكمل مجال الكمبيوتر فيجن، الرؤيه الحاسوبيه اكثر، واللي هي تمام بيدخل فيها الذكاء الصناعي، وهيك تحولت من كمبيوتر فيجن بعدين الذكاء الصناعي واحد. تمام، في عالم هوسون هذا الموضوع اليوم. ايه واستاذنا، كثير من الطلاب اللي عم يفوتوا على المفاضله عم يشوفوا في خيار للقسم العلمي ميكاترونكس، ما عم يعرفوا شو هاد، فعم يقفوه او عم يطفوه، وكمان في يمكن موجود بجامعه البعث وجامعه تشرين فقط، صح؟ موجود بجامعه البعث وجامعه تشرين والمركز البحوث العلميه وتصور بجامعه دمشق كمان. تمام، طيب اليوم شو طموحك لقدام؟ يعني هلا ان شاء الله بعد سنتين حتصير دكتور وتاخذ الدكتوراه بالكمبيوتر فيجن، شو لقدام؟ شو ناوي؟ ناوي ان شاء الله ارجع على سوريا. طبعا انا بالنسبه لي يعني الدراسة والبحث العلمي هو هيك جزء صار من حياتي، يعني أنا بحب كتير أن أضل أطلع بالأخص بهذا المجال. لما نحكي نحن عن ماشين ليرنينج كمبيوتر فيجن، يعني بتذكر الصيف الماضي نزلت على سوريا خلال 3 أشهر 4 أشهر، كنت يعني ضليت أنا 2 شهرين بسوريا، بس قبل كنت كمان مشغول هيك، انقطعت شوي عن مجال البحث. عدد الأوراق اللي نشرت بهذا المجال عدد رهيب، يعني كمية المعلومات اللي أنت تفقدها إذا انقطعت عن هذا المجال لمدة 4 شهور هي كتير كبيرة. فلحتى تضل أنت تماما يعني عندك ابديت عن شو عم بصير بهذا المجال، كثير الواحد لازم يضل عم يقرا يضل عم يتابع. فاكيد هي الشغله ما انا مرتبطه بالدكتوراه، انه بالدكتوراه اوكي انا عندي بحث معين، عندي هدف معين لازم احققه، بس بالصوره الكبيره بالماشين ليرنينج لما بدنا نحكي او بدنا نحكي بالكمبيوتر فيجن هو شيء متطور، وخلال 10 سنين الجايات رح يكون له قفزه كثير كبيره، ابتداء مثلا من السيارات ذاتيه القياده اللي رح تكون قريبا بتصور بالبرودكشن، يعني موجوده للمستهلكين ليشتروها ويستخدموها. فلهيك الواحد لازم يضل يعني بالاخير تطوير نفسي هو الهدف الاساسي بالحياه، نضل قادر اني اعمل ابديت لمعلوماتي وهيك. تمام، ويمكن يعني وجودك اليوم بروسيا، التطوير اللي عم تطوره لنفسك بمجالك حيخليك تجي وتحمل يمكن معلومات اكثر واكثر، لحتى يكون لك دور كمان وهيك تنشرها لكل الشباب والصبايا اللي هن عندهم نفس هدفك، عندهم نفس طموحك. ففي عندك خطه يمكن انت حابب تجي لهون ترجع تكمل بمجال تدريس ممكن، ولا لا يعني طموحك ابعد من هيك او مهني اكثر؟ هلا الصراحة أنا جربت التدريس، يعني مسبقاً لما كنت بسوريا كنا نعطي دورات نعطيت دورات بالبرمجة، وهون أنا لما كنت بالسنة الأولى ماجستير عم أعطي طلاب بالجامعة. ف يعني أنا بحب التدريس كثير، بحب إنه لما أشوف الطالب عم يتفاعل معي، حتى لو إنه قدرت إني أنقل جزء من المعلومات لطالب واحد أنا كثير بنبسط. فبتمنى تكون مهنتي بمستقبل التدريس، طبعاً بموجب اني انا طالب موفد ما فيني تماما حدد انا شو راح اكون، بس ارجع على سوريا. بس انه يعني ان شاء الله. يلا كل التوفيق لك صديقي، وهيك بنتمنى لك دائم النجاح والتألق بمجالك. اهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. شكرا لكم. شكرا كثير لك عمار، بالتوفيق. اهلا وسهلا فيك. باي باي.
يعني اكيد هيك حلو الواحد لما يكون عنده هدف ورد وتلاقي عم بيسعى قد ما بيقدر انه يطور حاله ويشتغل على حاله لحتى يوصل. ما في شيء حيوصل هيك مثل ما بيقولوا على طبق من ذهب. طبعا بدك تركض وتشتغل وتشقى وتتعب لحتى توصل لهذا الموضوع. خاصه طلاب البحث العلمي، انا لما سالته لعمار يعني اليوم بيجيني كتير رسائل عنه في صعوبات بالنشر الداخلي، صحيح، صعوبات بالنشر الخارجي طبعا لانه طالب الدكتوراه مطلوب منه ينشر ابحاث أكيد. كل فتره والتانيه، وفي صعوبات بتمويل هالابحاث. هلا مجلس البحث العلمي بجامعه دمشق مشكورا عمل مساعدات ماديه للباحثين، ولكن لسه بيقولوا الطلاب هذا الموضوع لا يكفي. فكل التوفيق لكل طلاب الدراسات العليا وطلاب المرحله الجامعيه الاولى. صار الوقت لننتقل لمطبخ صباح الخير ونبلش بطبق اليوم. يا صباح الخير لكل المتابعين والمتابعات اللي انضموا معنا لفقرات صباح الخير. وبتعرفوا دائما للطبخ في حصة، يلي تابعنا قبل شوي كنت قاعدة عم بحكي مع المذيعين كيف فينا نعمل رز بحليب ولكن مشوي، يعني ما كتير حتفرق بالطعمة ولكن طعمة الشوي بالفخارة راح تعطيها طعمة جدا رائعة. بتمنى منكم تتابعوني لآخر الفقرة لآخر الحلقة لحتى نشوف شكل النهائي اللذيذ والرائع جدا. مكوناتها بسيطة، موجودة بكل بيت تقريبا نفس مكونات الرز بحليب العادي، بس يمكن هذا ما بيحتاج مثله. هلا هون مثل ما انتم شايفين هحتاج لتر ونص من الحليب، ما هحتاجهم كلهم، وانا في عندي علبة قشطة. هون هحتاج شيء 3 معالق من النشا. هون في عندي فستق حلبي مبروش للزينة، هحتاج نص كاس تقريبا كاسة سكر أو أكثر، هي أنت بترجع على ست البيت الحلاوة اللي أنت بتحبي تحطيها، أنا ما بحبه مثلا حلو. وهون في عندي ظرف فانيليا، ممكن يكون فانيليا ممكن يكون فانيليا سائلة. طيب هلا أنا شو بيفرق عني عن الرز بحليب العادي؟ بيفرق أول شيء نوعية الرز، أنا لازم أحط الرز تبع الكبسة اللي بهذا الشكل مو الرز المصري، وهي الطريقة أكيد مو أنا مخترعتها، يعني هي موجودة بهذا الشكل هيك. هلا نحن هون تقريبا نقعد كاسة، خليتهم يغلوا قبل بوقت لأنه إذا بدي أقعد بلش فيهم رح ياخذوا معي كتير وقت، بعد هيك أنا اختصرت هاي المرحلة. هلا رح أنقلهم على طنجرة أكبر كرمال يغلوا، وإنه مشان كمان كمية الحليب تكفينا. طيب أنا هلا شو بدي أعمل؟ ححط فوق منهم تقريبا شي 3 كاسات من الحليب وخليهم يغلوا على مهل. طيب هلا حروح حضيف فوقه 3 كاسات من الحليب بهذا الشكل. طبعا هي بتجي شي 850 جرام، هي هي. هلا حعلي قوي تحته انا الغاز ونعمل شغله ثانيه. رح دوب هون عندي 3 معالق نشا، هي بحتفيدني كثير، معلقة 2 3 هدول هن معيارهم مضبوط. طيب انا هلا حضيف عليهم كمان تقريبا شي كاسة وحرك فيه هون النشا. خليه لحتى يذوب كثير منيح، طبعا فيكم تذوبوه بالمي، بس انا متى ما ذوبت بالمي معناتها انا هون خفت عندي دسامة الحليب. اما طول ما انا عم بعمل بهي الحالة لسه ما ذاب. طبعا انا هلا ما رح نزله لحتى يغلي شوي داب. طبعا هلا هون انا رح اضيف عندي مثل ما شايفين كاسه كامله من السكر ولحرك. اللي تابعونا الاسبوع الماضي عملنا كيكه اسمها كيكه الكراميل اذا بتتذكروا، فامبارح بالليل قلت خلص رح اقوم اعملها وعملت الطبقه الاولى، وفقت لقيت بناتي اكلين نص الكيكه ما بقى فيني اعمل لا الطبقه الثانيه ولا الطبقه الثالثه. عن جد هيك صفنت فيه للكيك، كان هذا لازم خبيه نو شو اعمل. واليوم حنرجع نعيده. بلش عندي يغلي لانه كان اوريدي عندي سخن المي تبع الرز عطته دغري حراره. هلا هون رح نزل عندي العفونين النشا، ضيف يا سلام شو ضل عندي هون. هون ضل عندي كمان علبه من القشطه، واخر شيء ظرف الفانيليا انا بحب احطه على البارد، وهي القشطة يا سلام. طبعا هاي الأكلة لازم يكون الفخارات عنا موجودين. بحرك بهاي أحسن
بهذا الشكل. رح أضيف عليها ظرف الفانيليا. يا سلام، يعني ما فيني لكم غير هيك بهذا الشكل. أنا طبختي خلصت، ما ضل غير استنى عليها لحتى تغلي. بس في شغلة، أنا بضل عم أغليها على نار كتير هادية كرمال طعمة النشا عندي ما تطلع. ما ضل غير قيمه وحطهم بالفخارات وترجعوا لعندي بعد شوي لنرجع نذكر يلي فاقوا هلأ منه. تمام، شكرا شيخ، أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية. اليوم 29 أيلول بيصادف اليوم العالمي للقلب. هاليوم وضعته منظمة الصحة العالمية للتوعية بأمراض القلب يلي تعتبر السبب الرئيسي والأول للأسف للوفيات حول العالم. فشو أبرز الإحصائيات يلي أصدرتها الصحة العالمية حول أمراض القلب لسنة 2022؟ خلونا نعرف مع بعض بهالعرض السريع. في مقولة للمخرج السينمائي ستانلي كوبريك بيقول فيها: إن استطعت كتابة أو تخيل شيء ما فبالتأكيد تستطيع تصويره سينمائيا. هالجملة القصيرة يمكن بتفرجينا قديه السينما كفن هي قادرة أنه تحاكي الواقع بقوة، ويمكن تطلع عن الواقع وتكون قضية موجودة بالعالم كرمال تأثر بمشاعر الناس وتوصل لإلهم وتوصل لهم قيم ورسائل ممزوجة بالإمتاع البصري اللي ما ممكن نشوفه بالواقع بمعظم الأحيان. طبعاً السينما السورية عم تنتعش مؤخراً بمجموعة من الأفلام يلي اختلفت بقصصها وطريقة إخراجها، وخاصة من مخرجينها الشباب يعني الجداد يلي بعضهم كان يلاقي صعوبة أوقات بعدم تواجد هالفن أكاديمياً أو طريقة يعني لتعلمه، فيضطروا أنه يطلعوا يمكن لبرا لحتى يتعلموه ويرجعوا. لكن اليوم مع افتتاح المعهد العالي للفنون السينمائية صاروا الشباب قادرين بأنه يبدوا أولى خطواتهم من خلال هذا المعهد. لنحكي تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع وعن هالمعهد أكيد صار معنا بالاستوديو المخرج باسل الخطيب عميد المعهد العالي للفنون السينمائية. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك أستاذ باسل. يسعد صباحكم. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذنا، ويعطيكم ألف عافية بمهامكم بعمادة المعهد العالي للسينما. هذا المعهد يمكن من اسمه كل ما بدنا نقوله بنقول المعهد العالي للتمثيل وفنون مسرحية، ولكن اليوم صار عنا بسوريا من فترة سنة ونص أو سنتين المعهد العالي للسينما، وتحت الهواء قلت لنا قبلتوا الدفعة الثانية. قبل ما نحكي عن الحيثيات خبرنا أكثر عن أهمية هيك معهد بسوريا. ما في شك أنه هذا المعهد إجا تلبية لاحتياجات كثيرة. نحن بنعرف أنه في جيل كبير من الشباب اللي عم بيحاولوا يدرسوا السينما، بدهم عندهم موهبة وعم بيحاولوا أنه يغذوا هاي الموهبة ويدعموها بمعارف أكاديمية. فجاء تأسيس هذا المعهد بناء على الحاجة الملحة اليوم أنه يكون في عنا شباب متخرجين أكاديميا وعندهم هاي المعارف. يمكن إجا توقيت افتتاح المعهد متأخر شوي، بس هو إجا بتوقيت أعتقد ضروري جدا، والحمد لله نحن هاي السنة يعني عم ناخد الدفعة الثانية من الطلاب. افتتحنا قسم السيناريو قسم الإخراج على أمل أنه بالسنوات القادمة لما تصير هيك الظروف
الاقتصادية تحديدا مريحة أكثر، إنه نفتتح بقية الأقسام لحتى نقدر نكمل كل الاختصاصات السينمائية من تصوير ومونتاج إلى آخره. تمام، يعني هو مجرد يعني افتتاح الأفرع اللي ذكرتها أستاذ هي لحالة أمل عن جد كتير كبير لكتير من الشباب والصبايا اللي حلمهم يعني يتعرفوا على عالم السينما، واليوم اجتهم الفرصة. في كتير هيك تفاصيل بدنا نسألك عنها، حنبدأ من المؤهلات العلمية. هل في مؤهلات علمية لازم تكون بيمتلكها الشاب أو الصبية لحتى يدخلوا شهادة جامعية معينة، أو على مثلا شهادة البكالوريا تكفي ليدخلوا للمعهد العالي قبل ما نفوت بقى بالشروط الثانية؟ السنة الماضية كانت شروط القبول بالمعهد والانتساب شوي مرنة، يعني نحن ما حددنا عمر، ما حددنا البكالوريا، قلنا أول سنة بدنا نتيح فرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين، خصوصا أنه يعني على سبيل المثال مثلا أنه في شباب خلصوا بكالوريا وراحوا على الخدمة العسكرية، هدول قعدوا بالخدمة العسكرية حوالي 7-8 سنين وعندهم حلم أنه يدرسوا السينما، فبالتالي ما ممكن أنت تحرمي هيك شاب من أنه يأخذ فرصته ويدخل على المعهد. فكان مجال الاختيار السنة الماضية شوي مريح أكثر. هي السنة حاولنا نضبطب القصص أكثر، وتم تحديد العمر وشرط البكالوريا لحتى بقى نقدر ناخذ دفعات تكون يعني الطلاب فيها متقاربين أكثر وبنفس السوية الثقافية والمعرفية. تمام. اختبارات القبول عندنا مرحلتين، وبتصور يعني نحكى فيهم منيح. عندنا الاختبار الكتابي اللي هو بيكون سبر للمعلومات للثقافة العامة عند الطالب، ومعظم الأسئلة بالمناسبة بيكون يعني بيعرفوها اللي دارسين بكالوريا وناشحين بالبكالوريا منيح بيعرفوا. بس هي البكالوريا شرط ما أو لا؟ السنة يعني كانت شرط عم يقول الأستاذ. هالسنة شرط البكالوريا طبعا لازم يكون أخذ بكالوريا. هالسنة شرط طبعاً. تمام. وحددنا سقف العمر ب 25 سنة، وأيضا أخذنا دفعتين فقط لقسم الإخراج وقسم السيناريو. هلأ المرحلة اللاحقة بس الطالب يجتاز الاختبار الكتابي في مقابلة مع لجنة يتم اختيارها بعناية من أشخاص أصحاب خبرة وكفاءة ونزاهة لحتى يعملوا لقاءات مع هدول الطلاب وينقوا الطلاب الأنسب. تمام. طيب استاذي بدي هيك اقفز شوي لقدام، هدول الطلاب اللي رح يتخرجوا بعدين بعد 4 سنين بعد 5 سنين whatever، اليوم سوق السينما بسوريا كيف عم تقيمه؟ وحضرتك اسم يعني يدرس بالسينما صار بسوريا وخاصة اكاديميا، بعد ما يتخرج اليوم ان كان مخرج او كاتب سيناريو او ناقد، حتى هو سيناريو ونقد، وين بده يروح؟ أنا عندي قناعة أنه ما في شيء رح يضل مثل ما هو، الحياة مقبلة على تطور وعلى انفتاح وهذا سؤال كتير من نسأل أنه طيب هدول الشباب اللي رح يتخرجوا وين رح يروحوا؟ تمام. هلأ اليوم يمكن نظرة هيك على الوضع السينمائي ما كتير تدعو للتفاؤل، سواء من كم الإنتاج ووضع السينما ودور العرض، هذا الشيء بيقول الواحد أنه بالأخير ما يعني ما لهم مستقبل هدول يعني. الشباب بس نحن كلياتنا متفائلين أنه هدول الشباب بعد 4 سنين بعد 5 سنين إنه لابد أن تفتح آفاق معينة، وفي ناس ممكن يبلشوا يشتغلوا شوي شوي كمخرجين مساعدين بالدراما، يعني في آفاق، في سوق للعمل، نتأمل إنه رح يكبر بالمستقبل، ما في شيء بيضل مثل ما هو إن شاء الله يا رب. النقطة المهمة اللي بدي أقولها إنه في طلاب نجحوا وفي طلاب ما حالفوا ما نقبلوا إنه ينقبلوا. في يعني شغلة كتير مهمة إنه بالأخير هذا المعهد رح يقدم هاي المعارف وهي المهارات، بس بالأخير ما حدا ممكن يصنع من حدا مخرج طبعاً. إذا الطالب ما اجتهد على نفسه وطور حاله وتعب واجتهد ما رح يستفاد، فبالتالي مو كل مين دخل على المعهد هذا ضمان إنه رح يكون مخرج ناجح بالمستقبل، ومو كل مين لم يحالفه الحظ هي السنة إنه يدخل معناتها تسكرت كل الأبواب بوجهه، بالعكس هذا ممكن يخلق عند البعض هيك
حالة تحدي إنه لا أنا بدي أثبت نفسي صح. حتى وإجرى لو حاول مرة ثانية. لم أدرس أكاديميا يعني وفي كتير مخرجين بالعالم من كبار المخرجين ما درسوا اللي ما درسوا أكاديميا يعني ومع ذلك صحيح. قدروا يكونوا لحالهم اسم ومهنة. ذكرنا إنه ما قبل المعهد أي شاب أو صبية كان عندهم الرغبة إنه يدرسوا إخراج سينمائي يطلعوا برا يدرسوا ويرجعوا اليوم. اليوم في كتير منهم موجودين ضمن البلد أو بيروحوا بيجوا، هل هن اليوم قادرين ممكن يتحملوا مسؤولية إنه يدرسوا شباب جداد فايتين على عالم السينما عن جديد ليتعرفوا عليه؟ يعني المدرسين اللي حيكونوا المخرجين اللي حتكون مستلمة هذا الموضوع حتكون فئات شباب ولا لا مثل أمثال حضرتك يعني اللي هن عندهم خبرة يمكن أكبر؟ طاقم التدريس متنوع وغني بالمعهد، يعني في خبرات، في أشخاص عندهم خبرة وتجارب بهذا المجال، وفي شباب أيضا. يعني ضروري إنه نحن نغذي قدر الإمكان الشيء اللي بدنا نقدمه للطلاب بإنه تكون من تجارب مختلفة. هلأ ما في شك إنه في صعوبة بتأمين الكادر التعليمي للمعهد، لأنه اللي مختصين بالسينما هن أصلا كتير ناس قلال، وبالإضافة إنه في شروط معينة لازم تتحقق عند الشخص اللي بده يدرس بالمعهد، وهذا هي الشروط مو متوفرة عند الكل. عم نلاقي صعوبة، بس بصراحة اللي عم يجوا يدرسوا عم يجوا بيدرسوا لأنه بيحبوا السينما، لأنه عندهم حماس، لأنه عندهم رغبة وطموح إنه يكونوا جزء من هي التجربة اللي اسمها معهد السينما. فعم يعطوا من قلبهم، فعم يجوا يلتزموا، رغم إنه يعني مثل ما كلياتنا بنعرف انه العوائد الماليه اللي بتقاضوها لقاء هذه المحاضرات شيء كثير رمزي جدا، بس انهم فعلا مدفوعين بالشغف وبيحبوا السينما. طيب استاذ، هون في سؤال، انتم عم تمشوا على منهج اكاديمي، يعني طالما هو المعهد محدث عمره لم يتجاوز سنه ونص او هيك تقريبا، ففي كتب، في منهج، في انه من الف الى ياء، ولا لا هو كل حدا من تجربته وابتكاراته كمدرسين؟ في خطوط عريضة تمام، لأنه في مواد هلأ مثل مواد الإخراج مثلا في إلى بعض المراجع. نحن لما حاولنا أو لما بدأنا نرتب الخطة التعليمية للمعهد كان في عندنا خيارات كتير، فحاولنا أنه نستفيد من كل التجارب العالمية، حلو، سواء بأوروبا أو بأمريكا أو بروسيا، حاولنا أنه ناخذ الأفضل من كل مكان لحتى نقدر نعمل هيك منهاج شامل يستفيد منه الطالب. هلأ في مواد فيها مقررات، فيها كتب موجودة، وفي مواد تعتمد بقى على المحاضرات اللي بيعطيها الأستاذ، والأستاذ بيعطي هي المحاضرة بناء على أبحاث هو بيكون عامل مراجع موثوقة وبيعطيها للطلاب. تمام. طيب إذا بدنا نسأل عن الصعوبات يلي ممكن اليوم تواجه الطالب اللي عم يدرس بمعهد السينما، مرقت سنة أول دفعة، أكيد بتقيموا أنفسكم كل فترة والتانية، شو بتقول أستاذنا الكريم إنه السنة ما بدنا نكرر نفس اللي عملناه السنة الماضية لأنه هذا كان مو كتير مناسب للطالب، وشو بتطلب من الطلاب الجداد يلي تم قبولهم مبارح صح؟ كان آخر يوم للقبول، شو بتطلب منهم ليكونوا هيك مميزين جدا بموضوع الإخراج أو كتابة النص؟ هلأ الالتزام مبدأ كتير مهم، اللي ما رح يلتزم بالمعهد ما رح يلتزم بالدوام بالمتابعة بالأنشطة ما رح يستفيد. وأنا بقول إنه كل طالب إذا ما اجتهد على حاله وتعب ما رح يستفيد شيء، هذا الحكي اللي حكيناه من قبل شوي. هلأ التجربة بالسنة الأولى ما في شك كانت كتير غنية، ونحن بنعرف وين كان في عنا بعض، ما بدي أقول أخطاء، بس بعض الأمور غير المكتملة اللي يمكن تداركها اللي عم نحاول هلأ بالسنوات بهي السنة نتداركها. يعني مثلا نحن السنة الماضية ما كان عندنا إمكانيات مالية يعني كافية إنه مثلا الطلاب يطلعوا ويصوروا أفلام قصيرة، هي السنة الحمد لله قدرنا للعام الدراسي القادم إنه نحصل لهم هيك مبالغ معينة لحتى نغطي لهم نفقات إنتاج الأفلام، حلو، يقدروا يعملوا هي التجارب كأفلام احترافية قصيرة. الطالب بالأخير اختار هذا المجال وهو مجال صعب جدا، فبدو يتحمل ومستقبله كمان أصعب. يعني حتى نحن هلأ جيل المخرجين اللي صرنا هلأ 25-30 سنة، الأمور أبدا ما هي أسهل من البدايات، طبعا. بالعكس الأمور بتصير أصعب للأسف.
فبده الواحد يكون قد حاله، بده يكون له قدرة أنه يواجه التحديات ويعرف أنه هذا الطريق ليس مفروشا بالورود. تماماً. إحنا بدنا نستغل هيك الوقت معك أستاذ باسل قدر المستطاع. هالفترة عم يكون وقتك أكتر شيء للمعهد ولا هلأ عم تحضر لنا هيك في شيء جديد ممكن يكون بالفترة القريبة خلينا نقول، ولا التفرغ للمعهد حالياً حيكون؟ بصراحة المعهد أخذ كتير من وقتي. أكيد. يعني في سنة كاملة ما قدرت أشتغل فيها شيء لأنه نحن دخلنا على بناء فاضي طبعاً، يعني ما في كرسي، فأنت كان مهم أنك تجهزي هذا البناء بكافة مرافقه بدءا من مستلزمات التدريس انتهاءا بالمنهاج والخطة التعليمية إلى آخره. ففعليا أول سنة أنا ما قدرت أشتغل فيها وكرست كل وقتي للمعهد. هلأ هي السنة هيك سرقت شوية وقت وقدرنا نعمل فيلم جديد مع الأستاذ دريد لحام، صورناه يعني خلصنا تقريبا من شهر، وعلى أمل أنه الفيلم اللي قبله اللي هو الحكيم هذا ايضا لم يعرض بعد كمان مع الاستاذ دوريد انه نعرضه خلال الشهر القادم. الدراما لسه الامور ما كثير واضحه، يعني هلا عم بحسب الوقت بحيث انه ما اضطر ارتبط بمشاريع. بصراحه ال 30 حلقه انا صارت تستنزفني، صارت متعبه. انا ميال هلا لاعمال 10 حلقات 8 حلقات، واحد هذا المشاهد عم بحب أكثر أصلاً. تمام. هدول للمنصات الواحد بيعمل فيهم جهد ويعني بيقدم اقتراح درامي وبصري مختلف. صحيح. رائع. فبانتظار هيك شيء منك قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أستاذ باسل يعني ختاما بدنا نحكي إنه ذكرت إنه الموضوع ما له أسهل بالنسبة لنا حتى نحن كجيل مخرجين قدامى 20-25 سنة بهذا الوسط، ما له أسهل من شو؟ ليش صارت السينما بسوريا أصعب؟ يعني كل سنة والتانية نحن بنتأمل لما نستضيف مخرجين كبار أمثالك إنه السنة الجاية رح نشوف دور سينما تبصر أفلام سورية توتالي مصنوعة داخل سوريا ويكون في عليها إقبال كتير قوي، بيجينا بالسنة عمل أو عملين وبعدين منوقف. ليش الموضوع بالسينما السورية ما له أسهل؟ شو بتطلبوا؟ شلون بده يصير أسهل؟ شلون بدها تصير صناعة السينما السورية فعلا تدرس أكاديميا مو بس بالمعهد، تدرس بالوطن العربي؟ هذا حلمنا نحن كمشاهدين سوريين. هلا انتم بتعرفوا وضع السينما بالبلد وبتعرفوا انه نحن الجهه الوحيده التي تنتج سينما هي المؤسسه العامه للسينما، والمؤسسه امكانياتها الى حد ما يعني محدوده بحيث انه هي بتنتج بالسنه 4 افلام روائيه طويله بالاضافه الى الافلام القصيره. هلا اذا ما صار في دعم للقطاع الخاص، اذا ما انحلت مشكله دور العرض، إذا ما صار في إعطاء فرص للمنتجين لحتى يقدروا يستثمروا بالسينما، لأنه السينما بالأخير هي استثمار تجاري مثل ما هو استثمار ثقافي وفني، هي استثمار تجاري، والمنتج حقه أنه أنتج عمل على الأقل يسترد رأس المال. نحن في عندنا معوقات كبيرة، الرقابة واحدة منهم مثلاً، لهلأ ما عم نقدر نتخطى هي معضلة الرقابة مع إن كان بالموضوع سواء كان بطريقة الطرح بالسينما أو بالدراما التلفزيونية، في معوقات كبيرة وعم نتمنى إنه يلتقى لها حلول مستقبلية. هلأ أنا عم أقول صعوبة لأنه هي المهنة فرص العمل دائماً الواحد بده ينتزع انتزاع طبعاً، بده يحارب لأجله. يعني ما حدا يتوقع إنه تخرج وإنه رح يقعد يحط رجل على رجل رح تجي فرص العمل على رجليه، يعني بده يروح ويقدم مشاريع ويحارب من أجل هذه المشاريع. وإذا بتعملوا نظرة سريعة على أهم مخرجين العالم، يعني في مثلاً مثل ألفريد هيتشكو أشهر مخرج بتاريخ العالم، آخر حياته شوفوا كيف عمل الفيلم، كان عم يدور مثل ما بيقولوا بالسراج والفتيلة على منتج ينتج له الفيلم اللي بده يعمله اللي هو كان آخر أفلامه. فبالآخير هي مهنة بدها تعب حتى النهاية. ما حدا يتوقع انه صرت مخرج ومشهور خلص بقعد بحط رجلي. اجا كم حدا شاف العرض لمشروع تخرجي بالمعهد العالي للتمثيل والفنون المسرحيه فخلص المخرجين تهافتوا علي كممثل او انا كمخرج، فاجت شركات الانتاج مشان الله اخرج لي هذا الفيلم، في عندي هذا النص اخرجه. لا، مثل ما قال الاستاذ باسل بدها قتال الموضوع، خاصه بظل الشلاليه يمكن اليوم اللي صايره هي ما حكينا عنها بلقاء ثاني بنحكي اكثر. أهلا وسهلا فيك يا أستاذ ويسعد صباحك وشكرا لتلبية الدعوة. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير ونهاركم سعيد. شكرا لك أستاذ باسل. أهلا وسهلا فيك معنا.
وهلا صار وقت لحتى ننتقل هيك لجوله سريعه نحن وياكم لنشوف شو في اخبار عم بتصير حول العالم بهالكم ساعه اللي مضوا. جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من مصر. شاب يدعى إبراهيم صلاح امتهن من سنوات صناعة مجسمات عملاقة من الخردل، فهو بيجمع بكميات كبيرة سواء كانت ألواح حديد أو صاج أو إطارات سيارات وغيرها من الخردل المنتشرة بالكثير من المصبات بالبلاد، وبيجعلها المادة الأساسية لمجسماته الفنية. وحنكمل على لبنان، بيستضيف متحف بيت بيروت معرض فني تفاعلي فريد من نوعه تحت عنوان آل بيروت، وبيهدف تسليط الضوء على حقبة الستينيات من تاريخ البلاد يلي ما انحكت للأجيال الجديدة، وبيتضمن عدد هائل من الفعاليات على مدى 9 أشهر متواصلة. وبجولتنا الأخيرة حنحكي عن فنانة تشيكية شعارها قمامة الأمس تصبح فن الغد، من خلال تحويل زجاجات بلاستيكية بعد استعمالها لأعمال فنية لتثبت بذلك قيمة إعادة التدوير الجمالية. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات. هلا اليوم كنت بلكم عم تقولوا اللي كانوا عم تابعوني قبل شوي ايش وعملت لنا رز بحليب، الله الشهيد لسه مو وقت رحتوا لهلا وانا نازل عم حرك حرك حرك، والله ايدي وجعتني. ليش بدنا نحرك الرز بحليب؟ بنضل عم نحرك فيه لانه اذا انا ما حركته طعمه النشا بدها تضل معلقه فيه. يعني صحيح هيك طبخه ومقاديرها سهله بس بدك تضل عم تحرك تحرك تحرك. هلا هيك تمام ما بقى بدها شيء. خليني راجع لكم على السريع شو حطينا مقادير، وانا عم حط اخر عنصر اللي هو ماء الزهر على البارد دائما، ما بدي اكثر من هيك. رح حرك ونروح نسكب، وانا عم اسكب رح احكي لكم شو حطيت بقلبها. حطيت اول شيء 3 معالق حليب. أول شيء سلقت رز طويل تبع الكبسة، ما بدي الرز المصري، يعني هيك بيختلف الرز بحليب المشوي عن الرز الحليب العادي. الرز تبع الكبسة نفسه الطويل سلقته منيح، كاسة تقريبا حطيت لهم كاستين مي لحتى استوى على الأخير، ضفت فوق 3 كاسات من الحليب. بزبدية حطيت 3 معالق نشا مع كاسة حليب، يعني هيك كم كاسة صرنا حطينا؟ قلتوا 4، برافو 4. هذول حطيناهم سوا مع بعضهم، بعدين ضفت عليهم علبة قشطة هيك بتعطيها دسامة كتير ظريفة، وحطيت معهم ظرف فانيليا، وشو كمان حطينا؟ والسكر قد ما انتم بتحبوا، انا ما بحبه حلو حطيت هيك يا دوب شوي، يعني حلاوة ما حلاوة مشكلة. بقى هون مثل ما انتم شايفين هلا الحقيب ونسكب الرز بحليب، وصار معي بهذا الشكل. ضليت عم حرك عم حرك عم حرك، يعني ما تركته لانه اول شيء طعمة النشا بتروح. الشغلة الثانية أسهل شيء ممكن يلزق ويعطيني طعمة اللدعة هو النشا. بقى طول ما أنا عم بحرك هلا بورجيكم سفل الطنجرة ما بيكون معلم عليه الحرق. هلا رح نقيم ونعبي الرز بحليب وين يا حذركم بالفخارات. بتمنى وقت تستخدموا الفخارات وتطلعوه من الفرن ما تنسوا إنه إيديهم سخنة، لأنه للصراحة أنا من يومين وقت ختمت بسرعة وكتار من المتابعين كانوا عم يسألوني ليش ختمتي بسرعة، احترقت ايدي، كان الكف مسكتها هيك سخنه ولدعت ايدي، مو لدعت انحرقت، معلش اصابه عمل فداكم انتو اكيد. يا رب طلع عليكم كل يوم كل يوم، ما بتتخيلوا الفرحه بقلبي لما بطلع عليكم كل يوم بعملكم اكلات طيبه. اكيد عم تقولوا اي صح. وهيك هلا يا سلام شفتوا القوام ما ألذ وما أحلى، هذا هو الشيء اللي أنا بدي إياه. يمكن بيفرق عن الرز بحليب هاي ما حطيت له مسكة، هاي وفرت عليكم كم درس مدري قديش حقهم. وما ضل غير هلا حطهم بالفرن شويًا شوي من فوق وترجعوا لعندي بنهاية الحلقة لحتى نشوف الشكل النهائي لرز بحليب المشوي.
يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. سلامتك يعني اليوم مرقت سليمة. اي والله لزق هو حرارة الكف هي اللي لزقت بقى وقت لما قمعته عملت هيك. هو أصعب شعور يلا إنه أنت ما تقدري تصرخي وأنت على الهواء قام خبيته هيك. قلت لهم هي الأكلة بشوفكم بكرة وكنت راكدة. هي عرضية هي إصابة عمل. يعطيك العافية شيخ. الله يعافيك. شكرا شيخ. ببداية الحلقة حكينا عن سؤال كنا عم نقول تبع انه شو حابب تصير لما تكبر يلي بينطرح على الأطفال ويلي يمكن لسبب من الأسباب صايرة أغلب أجوبته بالفترة الأخيرة يوتيوبر، تيك توكر، إنفلونسر، بلوجر وهذا يلي كانت أثبتته إحدى الدراسات يلي لقت بإحصائية بأنه 25% من المراهقين عم يخططوا وطموحهم أنهم يصيروا مؤثرين تماماً يعني طبيعي 25% يعني متخيل؟ طبيعي طبيعي أنا ما لي مستغرب أبداً الطيور على أشكالها تقع أو تقع هذا الموضوع إذا عم يشوف أنه أبوه عم يرجع على البيت من الشغل قبل ما يشلح ثيابه بده يصور ستوري وينزلها إذا عم يشوف أنه أمه هي رجعت على البيت بدها وقت طويل كتير لحتى تقدر تتفرغ لأسرتها فهي قاعدة بس متفرغة للسوشيال ميديا إذا عم يشوف أخوه الكبير هو قاعد على تيك توك ليل نهار فهذا الجيل الناشئ اللي بده يصير مراهق شو بده يعمل بس يكبر بده يقول طموحي إنه صير هيك المشكلة إنه هالفئة العمرية وكمان الأطفال عم يتوجهوا للسوشيال ميديا لنشر محتويات مو مهم تحمل قيمة أو فائدة المهم كل نص ساعة لما افتحها قديش زادوا الفولوورز قديش زادوا اللايكرز هذا الموضوع يلي لافت انتباههم وبيجذب وبيحصد عدد كبير من المشاهدات كل ما زادت المشاهدات كل ما صار الرضا الذاتي عن النفس أكبر وأكبر والشخص كل ما كان معروف على السوشيال ميديا فهو بالواقع بلا شعور ناجح هيك بيفترض العالم صحيح. شو سلبيات هذا الموضوع وليش في توجه اليوم كتير كبير على صناعة محتوى ولو كان آسف من هالكلمة بين هلالين تافه هذا الموضوع رح نحكي فيه مع الاختصاصية النفسية والتربوية بثينة العمادي صباح الخير أهلا وسهلا فيكي صباح النور يسعد صباحك أهلا وسهلا فيكي معنا يعني نحن كنا سابقينكم عم نحكي كتير بالموضوع تحت الهواء مع بثينة وفعلا موضوع يعني مشكلة شائعة جداً النسبة عم نقول 25% نسبة كتير كبيرة إنه أنا حابب لما أكبر صير إنفلونسر أو بلوجر طيب بداية شو السبب اللي وصل هذا الجيل يعني ورد كان ذكر بعض خلينا نقول الأسباب بس الأسباب الأكثر اللي هي زرعت بعقل الطفل إنه إيه أنا هذا طموحي هذا هدفي هذا الشيء اللي بدي أوصل له هلأ لما بدنا نحكي عن الطفل فأكثر شيء بنركز عليه هو النمذجة هو بيحب يقلد بيحب يعني يكتسب خبرات الآخرين ويحاول يعملها بقدراته البسيطة بينما لما بنحكي عن المراهقين كونه ذكرتي هاي دراسة اللي أبداً ما لقليلة سمات المرحلة كتير بتلعب دور هي المرحلة إلى سمات نفسية سمات جسدية مختلفة فبالتالي سمات هاي المرحلة هي اللي عم تدفع المراهقين اللي يكون عندهم رغبة أكبر بأنه يروحوا لهذا الطريق ليش؟ لأنه هاي المرحلة تتسم بأنه هنن بياخذوا تقديرهم لذاتهم من نظرة الآخرين فطالما تقدير الذات عندهم ويعني الأنا تبعهم عم تترمم وعم تصبح بشكل مناسب ويرضيهم بناء على نظرة الآخرين فلما بدنا نكون في ظهور على منصة معينة هذا شيء كتير رح يرضيهم يعني هو عم يكون الطريق القصير لحتى ياخذوا تقدير ذات بلس إنه هي يعني شيء كتير شائع عند المراهقين إنه هنا بيتقمصوا وبيحاولوا كتير يقلدوا الآخرين وخصوصا المشاهير هذا الشيء مو من هلأ امبارح أنا وحم أحضر كتير هيك استحضرني كاساندرا إنه لما درجة قديش المراهقين هلأ جيلنا بيعرفها بس يمكن الجيل أنا أجدد شيء بس بعرفها أي ما بعرف إذا بيعرفها هلأ مو أجدد بكتير بس لازم نوضح إيه ففعلا كان في تقمص بعدين الممثلين المغنيين سواء أجانب أو عرب هلأ كان الموضوع أبسط نعلق صور نحاول نسمع غنية نعمل ستايل معين هلأ الموضوع صار بشكل يومي متكرر فكل ما بيتكرر الموضوع بيتعزز أكثر صح وقادرين نلقط التفاصيل لحتى نقلده بشكل يعني متقن أكثر صح فسمات المرحلة هي اللي كتير بتلعب دور أبرز شغلتين عم يخلوا الأطفال يعني المراهقين عفوا يندفعوا لهذا الموضوع هو إنه رضا الذات عندهم متعلق برضا الآخرين وهذا الشيء كل ما زاد عدد المتابعين كل ما زاد عفوا يعني
الاستعراض وانه انا ملفت للنظر اكثر لما انا عم بسمع رفيقتي ورفيقتي وماما ورفيقتها وين ما بروح هذا الشخص المشهور كل الدنيا بتعرفه انا كمان بدي يكون هيك وانا بدي يصير معروف وانا بدي يصير هيك زائد الشيء اللي عم يشوفوه متعة سعادة حياة مثالية وسهولة ودون بذل جهد تماما مال اشياء فارهة يعني عم يعرضوا لهم اياها عم يلاحظوا انه هن كثير مستمتعين وسعيدين طب انا كمان هيك بدي اكون ممكن اصلا هذا الشيء يكون مو حقيقي يعني ممكن يكون هذا الشيء مجرد عرض او انا رح اقول لك شغله من عندي من احتكاكنا ايا وانا بهالوسط 90 ل 95% منهم ما له حقيقي انا عرفانه بهالحلقه بدكم تعلقوني مع اللوجرز لا انت شايفه 20% او يمكن اقل من حياتهم يعني تماما من حياه اي حدا على السوشيال ميديا بالاخير نحن بنعرض الشيء المناسب الشيء اللي بشد الانتباه المراهق بهي الفترة ما بيكون عنده التقدير الكافي لحتى يعرف انه فعلا هذا الشيء الحقيقي او ما فينا نقول فيك بس هو جزء ممكن عم نستخلصه لحتى نعرضه لحتى نحصل على هلا الريل او الستوري انا لما بدي صورها ونزلها بعيدها 6 و7 مرات لتطلع بالبرفكشن اللي انا بدي اياه بالكمالية اللي انا بدي اياها فساعتها بنزلها بس عزيزي المشاهد والمتابع على السوشيال ميديا بفكرني انه انا من اول مره هيك حياتي عم بحكي عن البلوجرز او الانفلونسرز طيب اليوم في رغبه بتحصيل المال بسهوله ايزي ماني يعني اليوم تيك توك مصيبه عم يعني في ناس ماتوا مراهقين من وراء تحديات على تيك توك صح او لا في التحدي تبع انه مدري شو تاكل جليد لمده مدري شو تاكل فلفله حاره ففاتت الام لقت ابنها متوفي فعلا قديش خطير نفسياً هذا الموضوع كثرة التعرض من السوشيال ميديا لفئة المراهقين؟ هلأ بالبداية اللي بدي لكم يا اللي كتير عم يأثر نفسياً هو ارتفاع مشاعر القلق والتوتر أنا دائماً قلق ليش؟ مالي راضي بدي صير بهذا المستوى بدي أوصل لهي الحالة اللي أنا عم شوفها مالي راضي لأنه أنا ما عندي مثلاً الأدوات اللي هنا عم يستخدموها لحتى يعملوا التحدي فأنا كمان ما عم بقدر نفذ نفس الشيء مالي راضي لأنه أنا كل الوقت رابط صورتي لذاتي بهدول الأشخاص تقييمي لنفسي بهدول الأشخاص نمزجي هدول صاروا نموذجي بالحياة تقليد أعمى عم يكون هلأ المفروض من الأهل نطفلة المبكرة لحتى نوصل للمراهقة المبكرة والمتوسطة لحتى آخر شيء نطلع من المراهقة إن شاء الله بسلامة يكون في عنا دائماً توجيه التوعية في علاقة بين الطفل والمراهق والأسرة الفجوة اللي عم تكون كتير كبيرة حتى الأهل أنا لما بدي أشوف والدي ووالدتي كل الوقت على الموبايل لما بدي أسمع ماما عم تحكي عن الانفلونسر عن البلوجر عن فلانة كمان أنا رح أشوف أنه حتى أمي راضية يعني أنا كيف بدي أرفض شيء قيامي تغيرت تماما فبده يكون في توعية بده يكون دائما في تحديد أهداف بكل مرحلة بكل فئة نحن نضل نذكر الطفل شو أهدافك هاي الفترة نحن لوين بدنا نوصل شو الشيء اللي ممكن يوصلك للمال للنجاح للشهرة بطريقة مناسبة نرجع نرجعه على أرض الواقع في شيء اسمه تقريض يعني إنه لا الحياة واقعية تعا نعد فلان وفلان وفلان نحن قديش في بمجتمعنا مين نحن بنعرفه ناجح بس ليس صانع محتوى تمام كمان مين نحن بنعرفه صانع محتوى نحن بمجتمعنا قديش في صناع محتوى طيب على أرض الواقع قديش في أشخاص سعيدين وناجحين وعندهم قدر من المال مرضي قادرين يعملوا أشياء ممتعة وهن مانن صناع محتوى في نقطة كمان كتير بدي ركز عليها أنه نحن كمان بهي الفترة اللي هي المراهقة ما نهاجمه ما نسخف الموضوع لأنه هو بيكون شايفه بصورة كتير كبيرة بيحس أنه أنت رافض مشاعره رافض أفكاره فطول ما أنت عم تهاجمه رح يشتد تعلقه ورغبته بهذا الموضوع وخصوصا انه بهي الفتره الاندفاعات غير مدروسه فكمان انا والانفعالات العاطفيه فكمان انا بدي ضل قريبه منه حتى لو انا كنت مشحون كمقدم رعايه شايف قديش هو مانو واعي للشيء اللي عم بيقوله بدي ضل قريب منه عم برجع يعني عم حاول قد ما فيني وعي في مصطلح هيك بالعاميه نقول نسادد ونقارب فاكثر شيء فيك تعمله انه انت كمقدم رعايه اب او ام
تبتكره، انت حابب تكون صانع محتوى، هذا الشيء اليوم متطلب بالحياة، ولكن انت عندك كارير، عندك شيء أكاديمي كافي لتقدمه كمعلومة موثوقة، عندك هواية، عندك مهارات كافية، أو خليني أقول السلة تبعك قديش فيها أشياء تطلع منها لحتى تعرف وين المحتوى اللي بدك تقدمه بدك تماماً تصدقه. أنت بدك تركز على فكرة، أنا ماني ضد الفكرة، أنا كتير بحب مثلاً أنت ممكن تكون طبيب وعم يقدم محتوى طبي، ممكن تكون مختص بشيء معين وعم تقدم محتوى له علاقة بمجالك، أنا ماني ضد الفكرة، أنا ضد أنه أنت تكون عم تتوجه لأشخاص من دون معنى، يعني تثبت له فكرة المحتوى الهادف، لأنه بالنتيجة اليوم صار احتياج، صار أمر مفروض علينا، السوشيال ميديا ما عاد فيك يعني تورج الطفل انه لا يعني هذا الشيء من بعد بعد عنه ما تفكر فيه. لا على فكره اليوم في نماذج كثيره بوسينا يعني بنشوفها لمراهقين عن جد عم بيقدموا محتوى حرفيا، يعني هو بتلاقيه عنده موهبه الرسم، يعني اليوم في كثير شباب وصبايا سوريين صغار والله عم يبدعوا، ويمكن هذا الشيء عم يعطيهم اي حافز انه يطوروا من هذا الشيء. فهو اوكي السوشيال ميديا ما لها شيء بالنهايه، لا مبعد عنه، لا فيك تستغلها بطريقه صح، بس هن هدول نفسهم خلينا نقول اللي هن عم يستفيدوا من السوشيال ميديا بشكل صحيح، عم يقدموا محتوى صحيح، يمكن يوصلوا لمرحله يحسوا انه انا خلص لقيت حالي بالشيء اللي انا عم بعمله، فنأهمل موضوع الجانب التعليمي. فلو ابني عم يقدم محتوى حلو عم يطلع بشيء مفيد، ما عم يطلع سخيف، ما عم يطلع بشيء سوري بس تافه، بس لا عم يقدم شيء حلو، كيف انا فيني يعني ساعده بحيث انه هو ما ينسى موضوع التحصيل العلمي، ما ينسى موضوع دراسته واهتمامه فيها؟ هلا من سمات المراهقه هو ضياع الهويه، يعني هو ما بيكون في عنده لسه اي دي واضحه يقدر يتوجه فيها. في حال أنا لقيت ابني عنده فعلاً قادر يتوجه لناحية معينة يظهر فيها يحقق ذاته، أنا بدي نميها، بالمقابل في اتفاق، في أولويات بالحياة، يعني شو ترتيب هذا المحتوى اللي أنت عم تقدمه بحياتك لسه خليني نقول شاب أو صبية صغيرة بأول حياتك، أنت في عندك لسه خط كتير طويل وأنت لسه قادر تنجز. فأنا بخلي هدول الأشخاص هدول المراهقين يرتبوا الأولويات، تنظيم الوقت كتير بيلعب دور، عبي له وقته تماما، دائما ذكره بأنه أنت فيك توصل للي أنت بدك إياه، ولكن بالطريقة المناسبة والمناسبة والتوقيت المناسب. ممكن تكون من أكبر صناع المحتوى في حال أنت تمكنت أكثر من الشيء اللي أنت تمام. بدك توصل له. ودائما في نقطة كتير مهمة أنا كتير بعملها مع أقربائي، يعني الأطفال أنا شوي أكثر، أنه أنا عرفوا على أشخاص صناع محتوى فعلاً عندهم محتوى صح، يعني ممكن محتوى طبي، ممكن محتوى تثقيفي. وعلى فكرة بس ختاماً لأنه اندركنا الوقت، هذا صناعة المحتوى بده وقت تماماً، يعني أنا بستغرب من اللي عندهم طولة بال يقعدوا يحطوا الرينج ويحطوا الموبايل ويقعدوا يصوروا ويجيبوا على الانشوت ويصوروا الريلز ويصوروا التيك توك ويلا هذا نشرناه على سناب شات ولا لسه، اوكي بيجيبوا مصاري، بس قديش هذا الموضوع للمراهق مؤثر، هذا اللي حاولنا نحكي فيه، وقديش ممكن يكون فيه نسبة تزوير وكذب، فما نخليها قيمة، كون ناجح بالحياة الواقعية وعكوس هذا الموضوع على السوشيال ميديا. اهلا وسهلا فيكي ويسعد صباحك. صباح شكرا كثير لك، اهلا وسهلا فيكي. العالم بلغة الساز هو عنوان أول أمسية موسيقية للطبيب والموسيقي هوشانك حباشي اللي عزف خلالها على آلته اللي تفرد فيها ليمتع الجمهور على مسرح الدراما بدار الأسد للثقافة والفنون. وطبعا كالعادة يا آية الأمسية ضمنت أغاني متنوعة عربية وأجنبية ومعزوفات شعبية وكلاسيكية، وأكيد بالإضافة لمقطوعات من تأليف هوشانك. غياث منصور حضر الحفل كالعادة ورجع بهالأجواء. هوشانك حبش احترف الموسيقى ودرس الطب، بدأ حياته الفنية بعمر صغير، عزف على الآلات الوترية مثل الساز، الباقلمة والبزق العربي.
ساهم مع مجموعة من الموسيقيين من حلب بإنشاء فرقة موسيقية باسم كوما، قدم عروض مسرحية كثيرة وشارك الكثير من الموسيقيين السوريين. فعزف بالفرقة الوطنية للموسيقى العربية بقيادة عدنان فتح الله، بالإضافة لمشاركته بعدة عروض مع عازف الكلارينيت باسم صالح، واختتم هالحفلات بمشاركة الموسيقار طاهر مملي بحفله الأخير بدار الأسد للثقافة والفنون. وبتاريخ 27/9/2022 شهد مسرح دار الأسد للثقافة والفنون حفلاً موسيقياً احترافياً صور لنا العالم بلغة الساز. الموسيقى هي موروثة أباً عن جد، فموجودة فيك تقول بالدم يعني. الطب هي يعني إمكانيات دراسية، فقدرنا نجيب هالعلامات العالية ونفوت الطب، بس طبعاً في طموح مشترك بين العلمين والمهنتين اللي هو مستقبلي جداً، يعني إنه اللي هو متداول بالعالم يعني علاج بالموسيقى يعني. العالم بلغة الساز هي أمسية بتترجم هي الآلة، يعني هي دورة الآلة راح تترجم لغات موسيقية عديدة بشكلها هي يعني. طبعا كتير عالم أخذين فكرة عن الساز اللي هو من نفس فئة البوزوك العربي إنه هي آلة شعبية بحتة، لا، هاي الأمسية راح نقدم فيها ألوان موسيقية عديدة. راح نعمل رحلة، فينا نقول رحلة بالعالم لكذا نمط موسيقي لحتى نبين دور الآلة بكل مكان. تعلمت العزف يعني هي موهبة كمان، ومع بإشراف الوالد طبعا، هو اللي يعني وجهني وعلمني طبعا. فيما بعد يعني قدرت أنا كفي معهد موسيقى يعني، واشتغل لوصل لهالحفل اللي بنقدمه اليوم يعني. موسيقيين شباب، أفكار حلوة، يعني عقول نظيفة موسيقيا، فينا نقول ممكن يصير شيء حلو لقدام. طبعا أنا لولاهم أكيد ما رح أقدر أقدم نوع الموسيقى اللي رح أقدمه، لأنه هن ركيزة أساسية وليس هن مكملين، هن ركيزة أساسية وأنا ما فيني أعمل شيء لحالي. موسيقاه دخلت مسامع الحاضرين وجعلت قلوبهم تتراقص على أنغام الساز، عزف إبداعي تجاوز الوصف وحملنا بأوتاره لعالم من الخيال والحب. رح تبقى سوريا المصدر الأول للفن الراقي لكل الوطن العربي. هلا صار الوقت لحتى نروح لعند المدام نجلة أباني لحتى نعرف مع بعض شو مخبي الفلك لكل حدا فينا اليوم مواليد برج العقرب. يعني نحن اليوم حنضل مركزين منيح مع المدام نجلة لأنه بنهاية الفقرة أكيد راح يكون حنحكي عن برج العقرب عاطفيا. صباح الخير مدام. صباح الخير يا مدام. سلامتك يا ورد. صباح الخير للجميع، ضلوا دائما بخير ودائما أيامكم سعيدة. اليوم 29، يعني بكرة آخر أيام الشهر، إن شاء الله الشهر القادم يكون سعيد للجميع يا رب العالمين، وتضلوا دائما بخير. كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد ما زال متراجعا في برج العذراء، يعني ابتداء من السبت وأنا وأنتوا بخير إن شاء الله، رح يكون باشر التفاف متقدما في برج العذراء.
المريخ ما زال في برج الجوزاء. المريخ هو كوكب الطاقة والحماس، كوكب يجعلنا عدائيين، حساسين، متضايقين، يعني عصبيين بالغالب، نشبه مولود برج الجوزاء. طبعا هو يتقدم في برج الجوزاء عامل مضايقات للعذراء، للحوت، للقوس شوي على المستوى الصحي. وبالتأكيد الزهرة أول الكواكب الواصلة إلى برج الميزان، طبعا إلى جانب الشمس. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي وجود الزهرة في برج الميزان عم تعمل له نوع من أنواع التعب بالعمل، بس اليوم بالذات لا، في أجواء إيجابية، عم تمتلك العزم لتقبل على العمل أو لتنفتح على الآخرين، أو في سعادة سبب محبة المحيط، سبب مساعدة من الأصدقاء، دعم، أو ما بعرف إذا عم تفكر بقصص العلاقة ببيع أو شراء، بس في إيجابيات حواليك مولود برج الحمل. في علاقات بمن تحب، في تجارب أو اختبارات، يعني خطواتك ناجحة على كل الأحوال اليوم. الثور هو اللي مو كتير بأريح حالاته، ما بعرف كلامه اليوم صريح، ممكن يختلط بالعصبية أو حواليه تحرك مقلق ما كتير عاجبه، أو نوع من أنواع الإحباط لأسباب غير حقيقية. هلأ أنا بشوف إنه في حدا عم بيحاربك اليوم، أو عم بيضايقك، أو في شيء يمكن عائلي مضايقك. مولود برج الثور قلما أنه يكون تنزل دمعة من عينه، بس اليوم فعلياً ممكن يكون في شيء عائلي ولأسباب تافهة إذا بتكون، بس ممكن أنه يضايقك شوي. مولود برج الجوزاء اليوم 100,000 قصة شغلته، عم بيصل يعني لآخر النهار هو تعبان، ما له خلق يقوم أو يتحرك. ما بعرف يمكن شغله اليوم كتير وضاغط، يمكن أهدافه حاسس ما كتير عم بيصلها بسرعة، يمكن في جدول لتكمل مهامك الضرورية لازم تحطه، يعني عطال يمكن تكون عملية أو تقنية. هلا أنا بدي تنتبه شوي صحيا، بقية الأمور بتمرق وببساطة. برج السرطان أنت اليوم عندك فرص لتحقيق طموحاتك، لتكون مؤثر على الآخرين، لترتب أوراق أو أعمال أو أولويات، يعني اليوم الأمور جيدة ليكون فكرك صافي ومرتب، لتستقطب المحيط وليكون عندك أخبار مطمئنة. برج الأسد أنت اللي قلقان اليوم، وأغلب إزعاجاتك سبب ذكور ما بعرف بالأسرة أو بأمورك العملية، بس اليوم الأمور العلاقة ببعض الظلم ربما لمولود برج الأسد، أو قيل أو قال، أو بعض الأحداث اللي مو كتير مريحة. حاول يعني تكون أهدأ اليوم، لأنه في عناد مفاجئ أو عصبية مفاجئة يمكن هي اللي عم بتضايقك. مولود برج العذراء اليوم عم بتعدل خططك بحيث تخرج رابحا. هاي الأيام للزيارات، للتعارف، للصداقات، ليكون في فرج ممكن يجيك من أقرب الناس، لتتواصل مع محيطك، لتكون مهتم بالتغييرات. أيام العلاقة بتغيير جيد أو اختيار جيد أو قرار جيد أو لمة شمل حلوة. مولود برج الميزان عم تناقش بعض الأمور المالية وعم تدفع، يعني الحقيقة نازل دفع بهاي الفترات، ومع أنه وضعك المالي أنا ما كتير بحسه الأريح، وأنت حدا بيكره أصلاً القروض والمساعدات، بس عم بتميل هاي الأيام للصرف والتبذير، أو عم يطلع لك شي قصة عم تخليك أنك تصرف أكثر مما يجب. هلأ أجل ما تستطيع تأجيله عموماً، وركز تفكيرك بأمورك المالية. العقرب القمر ببرجه عم بيخلي عنده اهتمام الناس فيه، يمكن في ظروف مناسبة ليحسن علاقاته، يمكن عم يتباهى اليوم بجاذبيته، اليوم عم يمتلك معنويات مرتفعة، عم تحسن أمورك العائلية وعم بتخفض نسبة الصدامات مع الآخرين، وربما تسعد لسماع لهجة محببة لك. على كل دائما دخول القمر لبرجنا بيخلينا مليانين تفاؤل وحماس. سوء تفاهم محتمل عند مولود برج القوس، أو عم بتخوض معارك صغيرة أو نقاشات حادة. قلل من حساسيتك، لأنه غالباً أنت منحرف المزاج، ويمكن بسبب اختلافات صغيرة بالرأي بينك وبين الآخرين. مولود برج الجدي يوم اجتماعي بامتياز، ودورة جديدة لتباشر علاقات جديدة. اليوم بالذات جيد للتواصل، للتفاهم، ليكون عندك فرص لتعارف، لشعبيتك تزداد، ليكون عندك لقاءات إيجابية أو نوع من أنواع المصالحات أو تعارف على غرباء. أنا بشوفه يوم جيد لمولود الجدي.
اليوم الأكثر تعباً لمولود الدلو الحقيقة هو أكثر حدا قابل للصدمات مع الآخرين اليوم. ما بعرف السبب سوء تفاهم أو السبب نوع من أنواع العصبية أو مواجهات محتملة بينك وبين الناس اللي مضايقينك. تبدو مشككاً وغيوراً مولود برج الدلو. طبعاً إذا عم نحكي على الغيرة فآخر واحد بالعالم هو مولود برج الدلو بغار، بس اليوم بالذات كأنه عم يبحث عن الخلافات والنزاعات. الحوت لا، أموره إيجابية وجيدة سواء بعلاقاتك الشخصية، سواء لتزدهر الاتصالات، الحوارات، الاجتماعات. يعني الدنيا كأنه عم تفتح لك أبواب، عم بتغير شيء بحياتك، في مساعدات ممن حولك، في محبة، وفي يعني إيجابيات على صعيد أخطاء ما أنا أخطائك ممكن اليوم عم بتلاقي لها حلول. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 29 وأتمنى له السعادة. طبعاً مولود 29 شخص لبق، لطيف، حيوي، متقلب، متفائل، محب للسفر، محب للآخرين عموماً وخدوم للآخرين الحقيقة. من الأشخاص اللي بيحبوا الأولاد، محب للجمال، للدبلوماسية، عصبي أحياناً وعنده مشكلة حقيقية، ينسى ما يقال. يعني بيوعدك وعد اليوم وبينسى أنه وعدك، بيوعدك، بيتعهد بتعهد. هاي القصة دائماً بتعمل له شوية مضايقات بعلاقات الزواج. طبعاً السنة أنا بعتبرها كتير مهمة خاصة على صعيد علاقاتك الشخصية، أحد أفضل الأعوام بالمتبقي منها. هلأ دخل زهرة على برجك، بعدين رح يكمل، يعني عندك 3-4 شهور بياخدوا العقل، ربما ستحمل نوع من أنواع التغييرات العاطفية. إن شاء الله أيامكم دائماً سعيدة وتضلوا دائماً بخير إن شاء الله يا رب الجميع. المرأة العقرب والرجل الحمل. المرأة العقرب لطيفة جداً لك إيه لا تقولي يا ولو آية ما حدا بيقول عن زيتاته عكرين أبداً. أنا اللي بعرف العقرب. أنا اللي بعرف العقرب. لا شوف هلأ هو يبدو العقرب دائماً يبدو للآخرين لطيف للجد. بعرف. سبب إنه سكوتي هادئ إله بحاله عاقل. إله بحاله ما كتير بيحكي ما لا تقرب كتير. عليه هلا بنشوف يلا. اولا المراه العقرب طبعا مع الرجل الحمل مثل ما قلنا هي هادئه قليله الكلام وعنيده طبعا جدا جدا، بينما هو كائن متفائل محب للحياه، صوته عالي وعصبيته ظاهره. انا ما بشوف هاي العلاقه بتستمر، نادرا ما شفتها بتستمر. يعني هو اثنيناتهم لانه سلطويين، اثنيناتهم بيحبوا يعطوا اوامر وغيرهم يقول لهم حاضر، فهنن ما رح يعملوا تنازلات لصالح هذه العلاقة. اثنيناتهم ما بيقدروا يعملوا تنازلات، لا هو رح يقدر يقنعها بوجهة نظره ولا هي رح تقدر تقنعه بوجهة نظره. المشكلة انه هنن كائنين مختلفين تماما، يعني حدا هادئ كتير كتير وحدا عصبي كتير، حدا نكد وحدا كتير متفائل وضحوك. العقرب النكد طبعا طبعا العقرب النكد طبعا ونكد جدا حبيبي. إذا بتكون اسمنا نحن بلشنا بالمحبة لآية اللي صلى زمان مختفية كأننا سلحناها يعني نحن قلنا هادية ولطيفة وعاقلة بس يعني نفوت بالجد يعني لا وقت الجد عم نحكي يعني عاطفيا وكتير هيك على كل الأحوال طبعا عاطفيا يعني ما كتير الأخلاق عن نقاش مولود العقرب، بينما الحمل بقى بيدخل معك نقاش ما بيخلص لبكرة الصبح وبيعتب بالاخير. يعني طبعا العقرب بتقول له ايه صح انت عم تحكي، بس هو ما بيكون صح ولا حتعمل اللي بده اياه وما حتنفذ غير براسها. على كل الاحوال هي علاقه لا انصح بها. برج الثور وبرج العقرب احدى العلاقات الافضل. بقى هون انتوا بالعلاقه الجيده جدا 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 جدا، اثنين بيحبوا الاسره، اثنيناتهم بيحبوا العائله، اثنين بيحبوا الاولاد، اثنيناتهم عندهم احساس بالمسؤوليه كثير كبير تجاه كل ما يحيط بهم. اثنيناتهم بيضبطوا نفسهم، هاي شغلة كتير مهمة بالعلاقة الزوجية. يعني هو إذا عصب مو دغري بفرجية ولا هي نفس الشيء، يعني ما بيغلطوا الحقيقة، هو بيطالع أجمل ما فيها وهي بتطالع أجمل ما فيه، قليلي الأخطاء. يعني بعلاقتهم الزوجية قصدي ممكن يمر سنين لا هو يغلط بحقها ولا هي تغلط بحقه، لذلك أنا بعتبرها يعني إحدى العلاقات الأفضل. طبعاً اثنيناتهم بيحبوا القعدة بالبيت، بيحبوا الطعام، بطيئاً أو اثنيناتهم عندهم بطء
بالقرارات أنا قصدت. طبعاً مع الأيام يميلون للسمنة والترهل، لأنه الثلاثة بحبوا الأكل، بحبوا القعدة بالبيت، بحبوا الأولاد، ما بحبوا كتير الطلعة، فيعني بس واثنيناتهم ما بيسامحوا على الأخطاء، وهي قصة كتير لازم ينتبهوا لها بعلاقتهم. عم العلاقة جيدة، ثو علاقة المرأة العقرب بالرجل الجوزاء دائماً هاي العلاقة أنا بشوفها على الأرض. ليش؟ العقرب يغرم بالجوزاء، يغرم فعلاً. يعني أنا كتير بشوفها على الأرض هاي العلاقة، رغم أنه أنا بعرف أنه قدي العلاقة سيئة. لا لا يتزوج وكذا، بس العقرب لأنه فعلاً يغرم بالجوزاء. المرأة الجوزاء، الرجل الجوزاء رجل مرح، نكتي، ضحوكي، متفائل، ما كتير بدقق على المرأة العقرب، تزعل بتتضايق، محتال، بيعرف يصالحها بثلاث ثواني، ما بيخليها تزعل منه، وما بيضل بيكشها لحتى قصدي انه تقله من شو متضايقه، لانه هي ما بتقول من شو متضايقه، بتتضايق وبتتنشوف، بس ما صعبة تقول لك من شو تضايقت. لازم تعرف لحالها. ايه لو ما تم لو ما تم تعرف لحالها. الجوزاء بضل بينكش ويكش بقى لحتى تقلي له من شو من شو انت متضايقه. على كل الاحوال هلا بحلاوتها انه هو بيقر كثير، ما بيسكت الجوزاء، هي مستمعه هادئه، فيها تناقشه، عندها حكمه طبعا كثير كبيره المراه العقرب، فيها يعني تصحح له بعض الأخطاء الصغيرة اللي هو بيقوم فيها. يعني أنا بعتبرها علاقة جيدة قليلة الشجارات على كل الأحوال، وعلاقة ماشي حالة رغم أنه بيتخانقوا كتير. المرأة الثور والرجل السرطان إحدى العلاقات الأفضل، ما كتير بدي أحكي فيها. المرأة العقرب المرأة العقرب والرجل السرطان إحدى العلاقات الأفضل، لأنه علاقة يعني أولاً اثنيناتهم مائيين، ثانياً اثنيناتهم عندهم حنية، محبة للأولاد، للعيلة، للواجب، بحبوا القعدة بالبيت، كتير بيشبهوا بعض جداً. وعلاقة الحياة أنا كتير أنصح فيها وأتمناها، يعني هيك نضاف الاثنين كتير نضاف فعلياً. هلأ المرأة العقرب طبعاً أكثر حكمة من الرجل السرطان، فهي بتدله يعني على الأذى، بتدله شوية ماشي الحال. طبعاً المرأة العقرب مع الرجل الأسد علاقة صداقة جميلة جداً، علاقة زواج لا أنصح بها. نفس القصة، اثنيناتهم سلطويين، اثنيناتهم بيحبوا تقولوا لهم حاضر، اثنيناتهم عندهم إحساس أنا صح وأكيد الآخر غلطان، يعني هو ما بيغلط، يعني رجل الأسد بيغلط بربكن أو مرأة العقرب بتغلط، هدول الأشخاص الغير قابلين للأخطاء. هلأ هو بالبداية بيحب صوتها الحنين، سكوتها، هدوءها، قعدتها بالبيت، بحب هاي القصص، مولود برج الأسد وتحملها للمسؤولية بالتأكيد، بس بالمجمل يعني هي بحب المرأة الجاهزة تنطرت وراء دغري بحقيبة سفر مثلا، امشي روح نزور فلان، تكون رأسها لبست ورزلت. على المرأة العقرب ما فيك تفرض عليها شغلة بسرعة وتقوم تلبس بنطلون وتصير بالشوارع، ليست من هذا النوع، بدها تمهيد يعني سلفا لحتى هي تبلش تقوم. بتحب غزله الدائم طبعا، بس بتتضايق من انه هو شخص مشغول دائما، كل برج الاسد ما بينزل الموبايل من ايدهم، يا عم يحكوا مع رفقه، يا عم بيوتسوا، يا وهي طبعا اكيد كائن شديد الغيره، وبرج الاسد اصلا كائن جذاب الحقيقه. يعني انا بشوف انه الغيره هي مشكله هاي العلاقه، حتتعذب معه. ايه وهو كمان بده يتعذب معه لانه ما بفهمه، هو كائن ناري، ف غريب ليش عم تغار، ايه او غريبه من شو سكتت، او غريبه من شو تضايقت، او شو عملت شو حكي، دائما عنده هي غامضه بالنسبه له. يعني طبعا المراه العقرب مع الرجل العزراء احدى العلاقات الافضل، علاقه جيده جدا جدا، وتتحول بسهوله الى علاقه حب. اثنيناتهم عندهم منطق، اثنيناتهم عندهم عقل، اثنيناتهم ينتميان الى المنزل، العيله، الاهل، المسؤوليات، العمل، متوازنين وقليلي الأخطاء بحياتهم عموماً الزوجية، يعني تساعده الحقيقة. يعني هاي العلاقة اللي فيها مو بيقولوا وراء كل رجل عظيم امرأة، هاي المرأة اللي بتدفشه إلى الأمام وبتضلها متخباي وراء، وهي قصة إيجابية. اثنيناتهم عندهم نفس الخجل على فكرة بالعمق، بس بيصلوا لحلول، يعني أكيد أي نقاش بيدخلوه بيصلوا بالأخير لحلول. هلا علاقة يلزمها شوية تجديد ومغامرة،
يعني لأنه هن اثنين كتير روتينيين ومحبين للمنزل، بس علاقة جيدة. مرأة العقرب ورجل الميزان يعني علاقة أنا بشوفها موجودة، بس أنا علاقة ما كتير بنصح فيها. هو أنا بشوف دائماً الرجل الميزان مثل الجوزاء، بس طبعاً أهدأ من الجوزاء وأكثر محبة للمنزل، لذا ما فيك تقيسه أبداً بالجوزاء، بس كائن مرح محب للآخرين. مشكلتهم بالعطاء الكتير أكثر مما يجب من الميزان. مشكلة الميزان محب دائماً للنساء أو للحكي على الأقل مع النساء، ما رح أقول إنه رجل خائن، بينما العقرب امرأة شديدة الغيرة على كل الأحوال. تعرف هو مشكلته الحقيقية هو ما بيعطيها أمان، يعني المرأة العقرب تذبل بدون أمان، هو ما بتأمن منه لا بطريقة صرفه ولا بطريقة حكيه ولا بطريقة نسيانه، لأنه هو بينسى يعني خلص بيطنش. فهي هي هي الفوضى اللي بيعيش فيها عموما مولود برج الميزان ما كتير بتزبط مع مولود برج العقرب. العلاقة لا أنصح بها عموما، مع أنه أنا بشوف على الأرض بشوف أنه بده صيني داعم، يعني إذا برجون الصيني ظابط فيها تتحمل شوية، لأنه هي الصراحة تبعق في الصوت بتيبسو، عرفتوها هذا المثل تبع أنه بالنتيجة هي قادرة هدوء وما هدوء. لا لا يصير بجننة حبيبتي، لا لا يا بجننة رسمي الميزان، فهي قادرة تقوده، قصدي قادرة تضبطه تسيطر. ايه تسيطر على أمور حتمشي بالعكس وللأفضل على فكرة، لأنه هو مشتت وفوضوي كتير الحقيقة، مثل كل الأبراج الهوائية. ايه مثل كل الأبراج الهوائية. المرأة العقرب والرجل العقرب إحدى العلاقات الدائمة عموما، يعني مجرد أن يلتقيان يتزوجان مهمانين بعض، بحسها ايه صادقة تكره الكذب. هو كمان يحب المرأة الصادقة، مليانين حرارة مع بعض، هذا الهدوء اللي بتشوفوه بالوش وبالداخل مانو هيك عموما، يعني محبين اثنين للدراما، بيعملوا دراما بالمنزل مشان اشعال الحراره، يعني يعملوا شوية اكشن. طبعا هو بيكره حدا يسيطر عليه وهي بتكره حدا يسيطر عليها، بس هن يعني انا بقول دائما هالزوجين بيرسموا حدود لهم من البدايه، هذا اختصاصي هذا اختصاصك، لا هي بتتعدى على اختصاصاته ولا هو بتعدى على اختصاصاته. هلأ جينا للقصة الأساسية اللي هي المرأة العقرب والرجل القوس. الله يستر يعني يا مدام إذا بدك نقطع شوي عن القوس هلأ يعني الحقيقة هو قادر يغيرها، وهذا هو الأهم، إنه هي قدر المستطاع بيقدر يغيرها فعلياً، أو التلاعب بها إذا أراد. أنا هيك كتبتها بالضبط لما تقولوا أنا عم بخترع. هو صادق، وهي قصة كتير بتحبها المرأة العقرب، شديد الصدق القوس، يصبح أكثر مرونة بوجودها جنبه لأنه هي هادئة منطقية وعقلانية، فبتطالع فيه هاي الهدوء تبعه يعني الداخلي، وبتطالع فيه الطفولة تبعته على كل الأحوال. بس يعني هو بعيد عن العزلة والصمت، دائما صداقاته كثيرة، دائما الحقيقة صداقاته أهم منها، هي هيك بتحس بالأيام أنه أنت آخر أهمياته. هي قصة يعني بتعمل لها استريا، طبعا هي عاملة ملتزمة محبة للعائلة، وهو يعني بتدوري عليه بتلاقيه بالبولات بالرياضة عند رفقاته، يعني بقى يا بدك تصيري مثله يا بدي تصير مثلك، وهذا الحكي طبعا مستحيل. علاقة قلما تدوم، يلزمها الكثير من التنازلات لتستمر. طبعا المرأة العقرب والرجل الجدي إحدى العلاقات الأفضل، اثنينتهم بيشبهوا بعض جدا، ثابتين باتخاذ القرارات، بيعطيها أمان. الرجل الجدي بيعطيها للمرأة العقرب أمان، وأمان دائم عموما، بس هن اثنينتهم يجيدوا لعبة عض الأصابع، يعني اثنينتهم بقى يعني بيشوف مين دي يتنازل للتاني، ناطرين يعني على دائرة ناطرين على دائرة. المرأة العقرب والرجل الدلو إحدى العلاقات الجميلة كصداقة، وأنا كتير الحقيقة بشوفها على الأرض، بعرف قديه هي مجننة بالغيرة وبالفوضى تبعته، الفوضى المالية بالذات. طبعا الرجل الدلو محب للصداقات لكنه ليس رجلا خائنا يعني عموما، لذلك هو ما كتير بيقلق بالغيرة، بس بتكره انه دائما بيحب الصداقات النسائية، بس هو دائما يعني اقرب للمثالية، بيحاول يكون مثالي، بتحسه دائما شخصية مزدوجة.
هلا للحقيقه هو كونه كثير مزاجي، فيوم بيحب يوم ما بيحب، يوم بده يوم ما بده، يوم هي القصه شوي بتعملها عصبيه، بس مع الايام المراه العقرب بتبلش تفهمه وتشتغل له ام، وهو بيشتغل طفل بين ايديها. لذلك بالايام فعليا بتصير كل ما استمرت هذه العلاقه بتصير كثير افضل. هي بالمجمل يعني بتحب الفكاهه تبعته، هو كائن مرح نكتي متفائل دائما انيق وهادئ عموما، يعني مانو مؤذي خليني اقول، وحدة كثير انساني. وعلى فكره ان يشتركان بهي النظريه الانسانيه لألون، يعني نظرتهم للآخرين عموما. هلأ ما كثير بشوف علاقة الارتباط الأفضل. المرأة العقرب والرجل الحوت طبعا علاقة جيدة جدا طبعا، اثنيناتهم متكيفين، يعني تعلمه الصدق فيعلمها التكيف باعتبار هي الأكثر صدقا. الحوت دائما محتال، دائما ممكن يلف ويدور، بس هي بتعلمه الصدق، هو بيعلمها شلون تتكيف مع الآخرين. هو لطيف بالتعامل فيه، يعني يضحك عليها، امشي نزور بتروح معه بالأشياء الصغيرة يستطيع أن يقودها، وبالأشياء الكبيرة تستطيع أن تقوده. بس عموماً علاقة جيدة جداً بيناتهم، أشياء مشتركة، الأولاد والعائلة قصة مهمة الحقيقة بالنسبة لألون، وقصة أساسية، وهي هي مدعاة للاستمرار بيناتهم. شكراً يا مدام، يعني هيك عرفنا تفاصيل اليوم كاملة لكل مواليد برج العقرب والمرأة العقرب تحديداً. ويعني هي خلصنا هيك. شكراً لازم. مدام، يعطيك العافية. شكراً لك. صار الوقت نشوف طبقنا بشكله النهائي. يا صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي ناطرين يشوفوا شو هالرز بحليب المشوي. هلا جبته من الفرن وما نسيت الكفوف مثل ما انتم شايفين، عن جد شوفوا شو لذيذين شو مهضومين. يعني اكيد اكله غير الرز بحليب تبعنا، بيختلف كثير مو شوي، بكفي انه سخن، وعلى فكره كمان فينا ناكله بارد. هلا ضل ممكن نضيف عليه هيك شغله كثير بسيطه اللي هي شوي من الفستق الحلبي بهذا الشكل. انت شو بتحبي تهامه هيك؟ شو بتفضلي شخصيا؟ والله انا بحب كل شيء يا آية، والله انا مشكلتي بالحياه اني بحب كل الاكل. ما في غير عم روح بالعرض. لا بالعكس، هي اول شيف بنشوفها محافظه على اللياقه. ايه والله. شكرا يا شيف. الله يسلمك ويسعدك. شكرا مني، يعطيك العافيه. الله يعافيكم يا رب. يعني نحن لهون بنكون وصلنا معكم لختام حلقتنا اللي كانت منوعه جدا، وحتى هيك قطعنا اليوم فوق الوقت، يعني على قد ما كان في عندنا تفاصيل حابين نخبركم اياها، وان شاء الله اكيد بدايه اسبوع جديد رح تكون معكم يوم السبت وحلقه جديده من صباح الخير. بدايه اسبوع جديد وبدايه شهر جديد، 1 اكتوبر حيكون ان شاء الله يا رب شهر بيحمل كل الخير للجميع. الى اللقاء.